لا تحزني إن بكت يا أم عيناك. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبابنا مرة جديدة من شباب الخير، مبادرة لأهلنا بباب التبانة بطرابلس، وهي الصيدلية المجانية. اليوم نحن عنا مجموعة من الأدوية، يعني أحد الأشخاص قدم لنا إياها، واليوم نحن عاملين مبادرة فيها لأهلنا بالمنطقة. طريقة الاستفادة من هيدي الأدوية هي عبر روشتة من الحكيم مباشرة، أو الشخص اللي بده يستفاد من الدواء وهو بالعادي بيستخدمه بيقدم لنا علبة قديمة منه، ونحن إن شاء الله بنسلمه علبة جديدة من الأدوية اللي حتنعرض الموجودة بدلنا. أحبابنا، هيدي المبادرة هي بداية مبادرات إن شاء الله لقدام لنساعد أهلنا ونكون سند لأهلنا. شباب الخير هن جسر الخير من المتبرع للمستفيد. نحن اليوم مشروعنا لأهلنا بباب التبانة نقدم هيدي الأدوية مجانية لأهلنا اللي بياخدوا هيدي الأدوية وبيستفادوا منها. يا درة من مجدنا، نطلب من أهلنا وأحبابنا يشاركونا بهيدي المبادرات اللي دائما حتكون موجودة إن شاء الله، كل فترة حيكون في مبادرة جديدة، يكونوا داعمين لنا وسند لهيدي المبادرات، لأنه هيدي المبادرات بدها دعم لا تقدر تكفي الناس. اليوم منطقة باب التبانة منطقة كبيرة فيها عدد هائل من السكان، تقريبا 100,000 نسمة. نحن مبادرتنا صغيرة صحيح، ولكن هي كبيرة بالقيمة، سند وعون لأهلنا. ما بننسى أبدا أنه لازم هيدي المبادرة تكبر، وأكيد بتكبر بدعمكم بوقفتكم جنبنا وبمساعدتكم لألنا لحتى نقدر نكبر عدد المستفيدين. اليوم الأدوية الموجودة هي مشكلة مش نوع واحد، وحتى في حفاظات عجزة للكبار بالسن. شبابك درع الأمل، مستقبل يشكو الخلل، شهادات كفاءات ولا آفاق أو عمل. شبابك درع الأمل، مستقبل يشكو الخلل، شهادات كفاءات